الشدائد مهما بلغت وتعاظمت لا تدوم، فرحمة الله أعظم وفرجه أقرب. فلا تيأس ولا تقلق، وقل: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، وثق بالله وسلم أمرك إليه. ما أروع الدنيا إذا تصافت القلوب، وتناست العيوب، ودعت بغفران الذنوب، وعملت لمرضات علام الغيوب. وما أجمل الحياة إن كان فيها عزيز يتذكر، وقلب يتأثر، ومخلص لا يتغير. اللهم ارزق أحبتي قطف ظهور جنتك وشربة من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسكنهم دارا تضيء بنور وجهك يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب الجميع يكون بصحة وعافية وهنا. معي اليوم اجنحة الدجاج، بعملها بطريقة حلوة جدا، بتتقدم كمقبلات وهي فيها لحمة مفرومة، بتتحشي لحمة مفرومة بس شكلها في النهاية بيبقى حلو جدا، وطبق غني طبعا جدا جدا، هو دسم مش يعني مش خفيف، لكن بيتقدم كمقبلات في المطاعم بتبقى طعمها رهيب. جربوها وتقولوا لي ايه رأيكم. يلا نشوف مع بعض المقادير. عندي كيلو من اجنحة الدجاج او نص كيلو على حسب ما بتحبي تجربي، وعندي لحمة مفرومة مع الصاجاها مع بصلة وفص ثوم وملح وفلفل، بعصجها تمام. والأجنحة بقى لازم تكون مغسولة تمام في مية وملح وخل. بعد ما غسلتها كويس جدا هوريكم بقى ازاي بعملها، هي ليها طريقة للتقطيع علشان نعرف نحشيها مع بعض. شايفين الجناح انا بجيبه بيكون زي كده، هو بيكون الجناح تلاتة تمام. بقطع الحتة دي، طبعا انا مش عايزاها، ممكن استخدمها في الشوربة، يعني ملهاش لازمة قوي في الأجنحة، بس أنا بخليها طبعا للشوربة بتدي طعم. وهقطعها اتنين، اللي شكله زي الدبوس والشكل التاني، هفصلهم الاتنين على بعض علشان يبقى كل واحدة لوحديهم. نفصلها بقى بالطريقة دي، طبعا بشويش عشان تعمليها بالظبط في المفصل، يعني ما تعمليهاش غلط علشان تطلع معاكي تمام. شايفين بيكون معايا بالشكل ده، بيكون اللي هو شكل الدبوس، باخده من تحت وبقص الجلد من هنا علشان انا عايزة اقلبه علشان اعرف احشيه. بقص من الحتة دي اللي عندها العظم، عند اخر العظمة، هي مش باينة معايا معلش في الصورة كويس، بس ان شاء الله هتعرفوا فكرتها. يعني انا بقص من اخر اللي فيها العظمة من هنا، بقص الجلد كويس جدا علشان اخليه، اكنك بتخلي اللحم من الدجاجة بالظبط، علشان احوش العظم في ناحية، بس طبعا ما اخليهوش جامد، لا اخلي حتة في نفس العظم. شايفين زي كده بخليها من هنا، افضل بقى ادوس عليها بالسكينة لحد لما تطلع ايه، تطلع معايا. شايفين بسلك الجلد من العظم بحيث ان انا اعرف احشيها، افضل اعمل كده بالسكينة لحد لما اعرف ايه افصله بقى، افصل الجلد ده واللحم من العظم نفسه. هي هتشوفوها ان هي متعبة شوية، بس اول لما تعملوها هتلاقوها مش بتغلب ولا حاجة، اول لما تعملي اول واحدة هتكون معاكي سهلة وبسيطة جدا، بس شكلها في النهاية بيبقى على السفرة شكلها تحفة. نقدمها طبعا مع اي سفرة احنا بنحبها، بتدي شكل حلو كمان طعمها حلو. وعارفين الدجاج لما بيكون لحم بمحشي لحمة مفرومة بيبقى طعمه طبعا حلو جدا. شايفين بخليها زي كده من العظم، وبيكون ده شكلها. تفضلي تعملي كده لحد لما تخليها كويس جدا. شايفين واقلبها بقى بالشكل ده علشان اعرف احشيها. احنا عارفين ان الجناح بيكون صغنن اصلا، يعني مش هيتحشي كتير. وطبعا معايا بقسماط بيض وبقسماط بحطها فيها علشان في الاخر اقليها. ممكن كمان تحطوها في القلاية الهوائية للي مش بيحب يقلي في الزيت، بس طبعا في الزيت بتكون أطعم، يعني وهي أصولها بتتعمل كده، بيكون بزي كده. الجناح التاني برضو بخليه نفس كده،
بجيب الجزء اللي انا عايزاه من هنا، وافضل اسلك الجلد من العظم لحد لما يكون معايا بالشكل ده كده. هي دي اهم شيء، ان انت تفصلي الجلد ده من العظم نفسه علشان بقى اخليها. بس بجد في النهاية بتطلع شكلها تحفة، بتكون حلوة جدا جدا. اسلكها من هنا كده، وبرضو اخليها زي ما انا خليت الدبوس الصغير ده، هخليها بنفس الشكل لحد لما تبقى معايا بالشكل ده. بعد ما اخليها كده بروح برضو اقلبها زي ما قلبت الدبوس الصغير، وهتبقى معايا بالشكل ده. وطبعا هحشيها، شايفين شكلها؟ بيكون هو ده شكلها. ان شاء الله يا رب تكون سهلة وتكونوا فهمتوا الطريقة اللي انا عايزة اوصلها لكم. وصفة حلوة جدا جدا، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، واكيد الاطفال الصغنانين هيحبوا الوصفة دي جدا. بيكون شكلها كده علشان بقى اعرف احشيها. تعمليها خلي بالك ان انت ما تخلعيهاش من العظم خالص، بس تخليها بحيث ان هي تنفع تتحشي معاكي، تبقى زي الجيب كده علشان اعرف احشيها. ويلا نشوف بقى ازاي هنحشيها مع بعض. انا عملت الكمية كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عندي بقى لحمة مفرومة زي ما قلت لكم ببصلة وفص ثوم صغير، بعملها مع ملح وفلفل، تحبي تحطي بهارات عليها حطي زي ما بتحبوا طبعا. وهمسك الجناح اللي انا خليته بالشكل ده كده، وابدأ احط بالمعلقة فيه علشان املى التجويف اللي انا عملته ده. شايفين شكلها؟ يعني مش هتاخد كتير زي ما قلت لكم، يعني بالكتير خالص معلقة صغيرة. تحشي كل الفراغ ده، مش هنحط رز ولا اي حاجة، بس بيتحشي لحمة مفرومة. امسكها كويس جدا وانا معصجة اللحمة تمام. شايفين بحشيها بقى بالطريقة دي كده، وما تخافيش هي مش هتتفتح معاكي لما احطها في المية، مش هتتفتح معايا. انا هسلقها طبعا سلق عادي. هحشي كمان الجنب التاني من الجناح، هحشي بالطريقة دي كمان زي ما وريتكم. هحشي بقى كل الكمية، اوريكم التاني انا حشيته ازاي. هو ده الجزء التاني من الجناح، برضو بتفتحيه بنفس الشكل وبتحشيه باللحمة المفرومة، وبيكون معايا بالشكل ده كده. شايفين شكله؟ شكله حلو جدا. يلا بينا نشوف هنعمل ايه الخطوة اللي بعد كده. انا طبعا هحشيهم كلهم وهوريكم في النهاية بيكون شكلهم ايه. عندي حل على النار، حط فيها مية بتغلي، وحط فيها بصلة، ممكن كمان تحطي حبتين من الهيل اللي هو الحبهان، ممكن كمان ورق غار، مستكة، زي ما بتحبي تحطي في المية اللي تطعمي يعني الدجاج اللي عندك. حط كمان ملح وفلفل بس لما تبدأ ايه تتسلق معايا. وهنزل بقى بالأجنحة اللي أنا حشيتها بالشكل ده، حطيها بشويش جدا أول لما تنزل، وأهم شيء لازم تكون المية مغلية جدا معاكي. تبدأي بقى تنزليهم بشويش جدا، مش هتلاقيها اتفتحت معاكي ولا نزلت أي شيء. شايفين بتنزل ازاي معايا بشويش، وطبعا ايديكي ما تلمست المية السخنة، بس يدوبك تنزليه على طول هو بتلاقيه قفل على بعضيه. المسام قفلت لما تكون المية مغلية، هتلاقيه قفل بسرعة، ما نزلش اللحمة المفرومة اللي فيه. احط طبعا باقي الكمية كلها واسيبها ايه على نار هادية. طبعا بعد ما تغلي شوية بحوش الحاجة اللي بتطلع من فوق اللي هو الريم اللي بيطلع من فوق، بحوشه طبعا علشان ما يدينيش زفارة لأجنحة الدجاج. احوش كل الكمية دي واغطيه بقى واسيبه على نار هادية قد نص ساعة. واحنا عارفين مش هياخد يعني سوى كتير، الدجاج مش بياخد سوى كتير، واللحمة المفرومة كمان معايا مستوية وكل شيء. بغطي عليها وبشوفكم ان شاء الله بعد نص ساعة. وكده بعد ما مرت معايا النص ساعة انا طبعا خرجتهم وسبتهم يبردوا. سيبيهم يبردوا خالص معاكي اول لما انت تطلعيهم. عندي بالشكل ده عندي بقسماط، سواء انت عاملاه في البيت او شارياه من برا، بتحطي عليه التوابل اللي انت بتحبيها، وبحط عليه كمان معلقتين من الدقيق.
علشان ايه وانا بحمر الاجنحه ما تتفتحش معايا او ما تفرقعش معايا، وكمان بيديله تماسك، وبتحسي ان الخلطه بتقعد عليه ما بتنزلش عليه لما انت تقليه. وطبعا عندي بيض حط عليه معلقه من الحليب وشويه من الفلفل الاسود. هنزله في الاول في البيض وهضرب طبعا البيض كويس جدا، وهنزله في البيض وهنزله في البقسماط. لو بتحبي برضو تنزليه في البقسماط الاول وبعدين البيض وبعدين تحطيه تاني في البقسماط، يعني كل الطرق بتأدي لنفس النتيجة، بتدي لك نتيجة حلوة جدا. ان شاء الله الطريقة دي هيحبوها اولادك، وخصوصا ان اولادنا قاعدين في البيت الايام دي، ممكن تخليهم يساعدوكم في العملية دي وتخليهم يعملوا، طبعا ما يوسخوش نفسهم خالص. وممكن ما نعملهاش كمان في الخطوة دي، خلاص الدجاج استوى معايا، فمش لازم ان احنا نلبس جوانتي، ممكن هتعمليها بالشوكة وتغيري بالمعلقة او بالشوكة التانية وتخليهم هما يساعدوكي. نحط نقول بسم الله الرحمن الرحيم. الزيت يكون متوسط، لا هو السخن جامد ولا هو اللي بارد، علشان ما يتحرقش معايا، وانا عايزة بس اغلفها بيها احمرها بيها بس، لان كل شيء فيها مستوي، بس ياخد لون حلو. البقسماط يديني لون ذهبي بس، مش عايزه اكتر من كده. ونقول بسم الله وننزل اول واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. خلي بالك طبعا من الزيت زي ما قلت لك، وطبعا على حسب المقلايه اللي عندك ما نحطش كتير. الزيت شايفينه اهو سخن، هحركها بقى من الجانب ده والجانب ده، وابدا ايه أبدأ بقى أقلبهم. هم مش هياخدوا معاكي بالظبط دقيقة، يتقلبوا كلهم بالزيت، هياخدوا اللون الذهبي الحلو. شايفين لونهم؟ لونهم ذهبي حلو جدا. أنا مش عايزة أكتر من كده، خلاص كده تمام. بتقلبيهم كويس جدا علشان كله يبقى نفس اللون، وأطلعهم بقى من الزيت على طبعا على كلينكس علشان ايه يمتص الزيت الزيادة معايا. ومش هتحسوا بيهم ان هم اخدوا زيت ولا شيء، لا بالعكس بيبقوا حلوين جدا وما بتحسيش ان انتي قلتيهم في الزيت. هطلعهم بقى على كلينكس زي كده واعمل باقي الكمية واوريكم شكله في التقديم ان شاء الله. وده شكله في التقديم، قدمته بالشكل ده. حطيت معاه كاتشب، ممكن تحطي اي صوص انتوا اللي بتحبوه، ممكن كمان تحطوا صوص الباربيكيو، بيدي طعم حلو جدا وبيدي تيست حلو جدا فيه. اتمنى يا رب ان الطريقة تكون سهلة وبسيطة وتكون عجبتكم ان شاء الله، وتجربوها وتقولوا لي ايه رأيكم. بحبكم في الله. اذا عجبكم الفيديو متنسوش لايك واشتراك في قناتي. أشوفكم في فيديو جديد. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.